حياكم بالزبدة، معكم خالد، واليوم عندي فاوتشرز من اكسايت الغانم بقيمة 100 دينار. فكرت وايد شنو راح اخذ بالفاوتشرز هالمرة هذه. قررت اني اخذ نوع من الشاشات، مو هذه النوع من الشاشات اللي راح اشتريها، ولا هذه مع انها جبارة وسعرها 1000 دينار. الشاشة اللي راح اشتريها نوع مختلف، نوع حق الجيمينج، وهي جيمينج مونيتور. بالقسائم الشرائي اللي عندي اياها شفت الشاشة هذه من بنكيو، شفتها مناسبة حق الفاوتشر اللي عندي وقلت راح اخذها. الشيء السبيشال فيها انها 144 هرتز او تطلع لك في الالعاب 144 فريمز بير سكند XL2411P من بنكيو مونيتور فور اي سبورتس، يعني حق العاب الجيمنج. من وراء الشاشه عندنا 3 وصلات، عندنا HDMI DVI D وديسبلاي بورت، عندنا حق الكهرباء من على اليسار. للاسف الطريقه الوحيده اللي تشوفون مقدره شاشه مثل هذه انكم تكونون قاعد تشوفونها وتستعملونها شخصيا في ال 144 هرتز، لان تطلع لك 144 صوره بالثانيه، فلما تحرك الماوس بسرعه على الشاشه هذه راح يبين الماوس معاك طوال الوقت ويبين بطريقه سلسه جدا، وهذا هو الشيء اللي اثر معاك اثناء اللعب في العاب الفيرست بيرسون شوتر. مثلا اذا انت تلعب اوفر واتش، كول اوف ديوتي، العاب فيرست بيرسون شوتر، باتل فيلد والاشياء هذه، اشتر شاشه، اشتر فريم ريت عالي. شاشه البنكي موجوده في اكسايت الغانم، شوفوا عندهم في معارضهم وموقعهم الاونلاين. اذا عجبكم هذا الفيديو وانت تلعبون فيرست بيرسون شوتر تسوون لايك، واذا ما عجبكم هذا الفيديو تسوون ديسلايك، واذا تبي تشوفون فيديوهات زياده من الزبده لا تنسون تضغطون هني فوق، اضغط هني فوق، سوي اشتراك بالقناه، سبسكرايب، واذا تبي تشوفون فيديوهات زياده اخرى من الزبده اضغط هني الفيديوهات الاخرى اللي موجوده عن الجيمنج او مواضيع اخرى، وحياكم بالزبده.